السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم أهم الأخبار. التنسيق يصدر تنويها بشأن حساب باسم وزير الإطار. أصدر الإطار التنسيقي اليوم السبت تنويها بشأن حساب باسم وزير الإطار، وذكر بيان للإطار إن حسابا انتشر مؤخرا باسم وزير الإطار لا نعلم عائديته والجهة التي تقف ورائه، مشيرا إلى أن هذا الحساب وهمي وليس للإطار أي صلة به.